السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي. معاكم آلاء عامر، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة حبيت أبدأ معاكم روتين كده أو فيديو بإذن الله يعجبكم. اللي متابعني امبارح نزلت فيديو قصير كده، يعني كل كام يوم بنزل لكم فيديو لو أنا مش هنزل فيديو بتاعنا والروتينات بتاعتنا، فبحاول على قد ما أقدر كده ما أغيبش عنكم زي ما طلبتوا. فحسيت إن هو حل مناسب شوية إن أنا أبقى معاكم كل يوم، ولكن إيه مش كل يوم فيديو طويل زي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. فتابعوا الفيديوهات القصيرة دي، بتبقى دقيقة أو أقل كمان، فبتبقى فيها إيه خلاصة كده، حاجة موجز يعني. المهم أنا امبارح كتبت لكم إن في حالة طوارئ. النهاردة فعلا أنا صحيت الصبح بدري، وعرفت من قبلها بيوم، يعني الليلة اللي قبلها، إن حماتي جاية عشان تقعد معانا أنا والولاد وتتغدى كمان. طبعا أكيد هغديها معانا، وفي نفس الوقت هي جاية عشان تشوف العفش الجديد لأنها ما شافتهوش خالص. اتلحين عليها كتير إنها تيجي، لكن هي ما كانش الوقت مساعدها، وكانت عايزة تسيبنا براحتنا، وكنا بنفرش وكده. فلما فرشنا اتلحين عليها كتير تيجي، والحمد لله يعني وافقت. فهي جاية بقى، فصحيت الصبح بدري أنا الولاد، صحينا بدري جدا، قعدنا نروق وهم سايبهم يعني ينظفوا غرفهم. قلت لهم كل واحد بقى يطلع يشوف اللي وراه. انا دخلت كده، كان في عندي غسيل لميته من على المنشر وحطيته على الكنبه، طلعت عملته بسرعه، وكنت بشرب القهوه بتاعتي. فالمهم كنت بنجز، لان الريسبشن الحمد لله نظيف، لكن كان في شويه حاجات كده يعني عايزه تتظبط، بس عشان تبقى شايفاه كده زي ما جه ويبقى بحالته. يعني هي ما شافتش العفش خالص، هو حمايه بس اللي كان موجود يوم العفش لما جه، فهو برضو ما شافوش، يعني اللي هو كان واقف ساعه النقل، لكن كان كله متغطي ومتغلف وما كانش متركب طبعا، فيعتبر هو كمان ما شافهوش. لكن بما انه هو عنده شغل طبعا والوقت مش مساعده، فهي هتيجي باذن الله، ولو قدر يجي بعد شغله اكيد هيجي. المهم بقى الولاد هنا كانوا خلصوا وجايين عايزين يساعدوني، قلت لهم لا، يعني ايه خشوا كملوا، ولو لقيت حاجه عايزه حد يعملها هناديكم. في حاجات بقى عملتها من قبلها بيوم هوريها لكم. يعني انا عرفت متاخر بصراحه، واصلا عرفت بالصدفه، اللي هم الولاد كانوا عند جدتهم اليوم اللي قبليه، او يعني قبلها بيومين. وهو امبارح بقى لقيتهم بيتكلموا مع باباهم، بيقولوا له ايه مش تيتا جايه؟ قال لهم ايوه صح، دي تيتا جايه ومش عارفه ايه هتعملوا معاها ايه. انا لقيتهم بيتكلموا قدامي عادي، اللي هو محدش قال لي، فانتوا ازاي ما قلتلويش يعني اجهز نفسي. فقلت لهم خلاص، يعني هقوم بقى كده اعمل شويه حاجات، واللي اقدر عليه هعمله بكره، اللي هو يوم اللي هي جايه لي فيه على طول. ففي حاجات عملتها من بالليل كده كانت سريعه، لان هي اللي كانت موجوده عندي. ففي حاجات بقى طبعا الاساسيه اضطريت ان انا اطلب تجيلي وكده، لان ما كنت يعني ما كانش عندي كل الخامات بتاعتها، من ضمنها طبعا حاجه الغدا وكده. المهم انا شلت الغسيل طبعا في مكانه كله تمام، والمبخره ناس كتير قالت لي حط لها ورقه فويل بدل ما تغمق اكتر من كده، هي صفرت فعلا. مش عارفه بقى هحاول اغسلها، بس خايفه على الدهبي ده يتقشر. بس لا، انا يعني بفكر ما اغسلهاش، انا بس هحط لها ورق الفويل ده بحيث ان هو يحميها ويبقى زي غلاف كده من الداخل، ما يتبينش من بره. انا قلت ابخر الشقه كده واديها ريحه حلوه، وهي كمان بتحب ريحه البخور قوي، بس لما تكون طبيعيه، يعني مش حاجه كده تجيب الكحه وخلاص. وكمان نظفت كده شويه في الريسبشن، وكنست قدام باب الشقه ونظفته ولمعته ورشيت شويه معطر زي ما شفتوا كده في الفيديو القصير بتاع امبارح. فهي دي كلها حاجات عملتها في الصبح على ما الطلبات اللي انا طالباها تجيلي. الحمد لله بتاع الفراخ كان فاتح بدري، يعني حظي ان هو بيفتح الساعه 7 الصبح، فطلبت منه شويه حاجات، وكمان طلبت من الخضري، وكنت يعني لسه عماله ايه ادبر كده الموضوع في دماغي اعمل ايه وما اعملش ايه. بس الحمد لله بتوفيق من ربنا كله اتظبط كده وانجزت في وقت وجيز. المهم الصحيان بدري فعلا هو اللي انقذني من ان انا اتاخر. بخرت كده الشقه بقى وهدخل خلاص كده، انا ظبطت الدنيا كلها بره، فاضل بقى ايه ندخل على المطبخ والغرف اللي الولاد جاهزه، عشان برضو هي عايزه تشوفها، ولازم الولاد كده يقعدوا يفرجوها وياخدوا رايها والكلام ده كله. هنا بقى بتاع الفراخ، كنت طالبه منه بطه. طبعا هي الطيور عموما ما ينفعش تتعمل في ساعتها، بس الفكره كلها ان انا قلت هجهز كل حاجه وهدخل البطه التلاجة تقعد ساعتين، الساعتين كافيين قوي ان لحمها يرتاح، وفي نفس الوقت اعرف
اسويها في نفس اليوم. كنت طالبه كمان جلاش، وطلعت لحمه مفرومه وطلعت لحمه عاديه عشان اعمل شوربه، لان انا بصراحه فكرت اسلق البطه، فقلت لا هتاخد مني وقت على ما تتسلق، بعد كده ادخلها الفرن تاخد لون، لا انا ادخلها على الفرن على طول تستوى من اولها لاخرها. وكمان كنت طالبه بتنجان، فالراجل بعت لي مش عارفه تكيلو تقريبا او اقل من كيلو، مش عارفه، هو عارف ان انا يعني طلباتي دايما ما بتبقاش كتير على حسب اللي انا باخده، فبعت لي قدهم. فقلت لا، يعني حسيت ان البتنجان اصلا والمحشي عموما هيطول معايا قوي في التسويه، وهيحتاج بقى ان انا اعمل خلطه وحشي والكلام ده كله، فقلت هشوف بديل تاني اقدر اعمله النهارده. طلعت البطه كده، طبعا لازم تتغسل كويس قوي وتتنضف، وفيها طبعا كميه من الريش لسه عايز يتشال، فده كان اكتر حاجه عطلتني اصلا عشان انضفه. بس عموما ما بعرفش اطبخها بصراحه غير لما تتنضف كويس جدا، حتى لو هتطول شويه في خطوه النظافه دي. طبعا انا بشيل منها الراس، وشلت منها الكبده والانثى بتاعتها على جنب، غسلتهم وشلتهم في كيس لان انا مش عايزاهم النهارده، فدخلتهم الفريزر. قلت بقى خليني في الحاجات اللي انا عايزاها النهارده ابقى اسويها، هقعد بقى انضف مع نفسي انا البطه دي واحاول اشيل الريش كله منها عشان يبقى شكلها حلو كده وريحتها حلوه، ما تبقاش فيها ريحه زفره، وهرجع لكم على طول. طبعا هنعمل لها تدليكه كويسه كده بالملح والدقيق وقشر الليمون وعصير الليمون لو عندك، هتبقى زي الفل. المساج بقى اللي بالملح ده مهم جدا، لو عندك كمان ملح خشن هيساعدك كتير قوي انك تدعكي البطه كويس قوي من بره ومن جوه، فهيشيل معاكي طبقه دهون كده بتبقى لونها اصفر على جلد البطه من بره، دي بتتشال عادي، بس يعني الملح بينظف اكتر، بيطلع الحاجات اللي مش مرغوبه كمان بالريحه بتاعتها. وشلت كمان الجزء اللي بيكون تحت خالص في البطه ده، هو بتاع الفرخ بيبقى شايله، بس انا برضو لازم اشيل منه حته كمان زياده عشان اتاكد ان البطه نظيفه من جوه. بقى انا ردماها ملح تقريبا ودعكتها كويس جدا جدا بايديا من جوه ومن بره، حتى انا ما كنتش لابسه جلافز بقى اللي هو انا عايزه احس فيها بكل حاجه. المهم بقى هغسلها وانقعها، والحمد لله زي ما شايفين كده الريش كله وقع منها. هعمل لها تتبيله سريعه جدا جدا، معايا هنا بصل اهو كميه معقوله، بصلتين هما كبار على فكره بس هما متقسمين من جوه كده، ومعايا كام فص من الثوم المفروم وقطعه من الفلفل، انا استخدمت اصفر لان ما كانش عندي غيره، فاي قطعه فلفل عندك بارد او حار براحتك استخدميها. واستخدمت كمان طماطمتين عشان نعمل التتبيله بتاعتنا. هحط كل الخضار ده والبهارات اللي انا هحطها مش هتكون كتير خالص. السوائل اللي هتضرب التتبيله هي الخل، فالخل كده بنحط منه كميه كويسه، بيطري معانا لحم البط حلو قوي او اي طيور. وتقريبا التتبيله دي انا عملتها معاكم قريب في اللحمه المشويه اللي انا كنت شويتها في الفرن، هيها التتبيله على فكره، وهحطها على البط. البهارات بقى اللي معايا مش كتير خالص، اهم حاجه فيها هي الفلفل الاسمر، هحط يعني معلقه صغيره كده او نص معلقه مثلا، وهحط كمان الملح بتاعنا، بس انا مش هحط ملح كتير بصراحه عشان البطه كمان زي اللحمه الحمراء بالظبط بتتاثر بالملح. حطيت شويه من القرفه بتليق معاها جدا مع البط كمان، وحطيت شويه من الباربيكيو صوص لان انا ما كانش عندي صلصه طماطم تديني اللون والقوام بتاع الصلصه. حطيت كمان دبس تمر، دبس رمان قصدي، معلش متعوده اقول لكم دبس تمر، بس حطيت شويه دبس رمان قد معلقتين كبار، والاساسي معانا هو الخل، هحط قد ربع كوبايه بس كده، مش هحط ميه ولا اي حاجه ولا زيت لان البطه بتبقى ما شاء الله فيها كميه دهون حلوه جدا. اللحمه اللي عملتها معاكم حطيت فيها سمنه بلدي لان اللحمه ما كانتش دسمه خالص. هلبس بقى الجلافز بتاعي وخلاص، التتبيله بتاعتي ضربتها في الخلاط كويس، ومش هصفيها، هحطها زي ما هي كده لان انا هسوي البطه في الكيس الحراري. استخدمت معاكم الفيديو اللي فات في الاوراق الحمام الكذاب، فده بقى الحجم الاكبر شويه، الحمام الكذاب استخدمت الحجم الصغير، لكن ده الحجم الوسط بياخد بطه حلو مرتاح. يعني البطه دي كان وزنها 3 كيلو ونص بالظبط، فما شاء الله بتاخد الكيس، الكيس بياخدها. هحط بس شويه دقيق زي ما متعودين عشان ما يلزقش جلد البطه فيه، هعفر بس الكيس كده واكب الدقيق منه، وهحط البطه بالتتبيله بتاعتها تتبل بقى كويس جدا وادعكها فيها. وطبعا يفضل انها تكون من قبلها بليله، بس زي ما قلت لكم كده ما كانش عندي وقت، لكن طلعت حلوه جدا واستوت كويس قوي. اهم حاجه بس التكه انك تسيبيها في الثلاجه على الاقل ساعتين، مستعجله قوي وعندك مكان في الفريزر ممكن تدخليها ساعه واحده. اهم حاجه الحاجات اللي لسه مذبوحه النهارده لحمها يرتاح ما يستواش في ساعتها.
انا باخد من التتبيله بره وجوه وبدعكها كويس قوي زي ما كاني بحشيها بالظبط تحت الجلد كده من كل حته، وكمان من فتحه البطن بتاعتها وتحت الجناح. وعايز اقول لكم ان انا نسيت خالص اكتف الجناح واكتف الاوراك، ما اعرفش يعني، بصوا من الاستعجال وفي دماغي 100 حاجه سبتها زي ما هي، حتى نقلتها في الكيس زي ما هي برضه. كان المفروض اتني الجناح على الخلف كده والاوراق اربطهم مع بعض بحبل او يعني بخيط. حطيتها بقى في الكيس وهصب بالتتبيله بتاعتها وهغسل الصينيه يدوب شطفه لاني هسويها في نفس الصينيه دي، فهنقلها بقى كده وهقفل الكيس. وكمان انا ما خرمتش الكيس لان ما شاء الله يعني فعلا ما فرقعش مني خالص المره اللي فاتت، بربطه كويس قوي. هو بيقعد ينفخ في الفرن بيفضل منفوخ، وده بيسرع جدا جدا من التسويه بتاعه الحاجه اللي جواه. انا هدخلها بقى التلاجة زي ما هي كده بكل اشيائها، تقعد الساعتين بتاعها لحد ما نشوف هنعمل ايه تاني. على البوتاجاز بقى كان معايا هنا كمية من البصل، عايز اقولكم يعني والله التفريزات بتنجز جدا جدا جدا. كان زماني ضيعت يعني شوية وقت حلوين في ان انا قشرت بصل وفرمته في الكبة وغسلت الكبة وسبتها تنشف وخدت حيز من المطبخ، الكلام ده كله بيفرق معايا جدا لان المطبخ عندي صغير. فطلعت من البصل اللي انا فرماه حطيت منه كمية في الطاستين اللي قدامي، واحدة هعمل فيها عصاج لحمه والتانية هعمل فيها عصاج فراخ، والحله اللي في النص دي شوحت فيها اللحمه زي ما شفتوا كده عشان اطلع منها شوربه تبقى طبق جانبي شوربه لسان عصفور لاني مش هسلق البطه. تمام كده. الفراخ دي انا كنت متبلاها معاكم تتبيله شاورما برضو، ده كيس تاني لان انا كنت عاملاها على كيسين، كيس مره عملناه في فطيره الفراخ وده الكيس التاني هعمله زي العصاج كده يبقى حشوه للمكرونه بالبشاميل. المكرونه هي اللي لقيتها بديل كويس للمحشي، مش هياخد مني وقت ولا هستنى البطه تستوي عشان اطلع منها شوربه ولا الكلام ده كله، فمكرونه البشاميل سريعه شويه. واللحمه حطيتها قدامي اهي تتعصج، ونزلت بالميه السخنه على اللحمه القطع عشان تعمل لي شوربه على ما نجهز الاكل ده كله. احط لها بس رشه فلفل اسمر وخلاص كده، هسيب كل حاجه تستوى مع نفسها ونبدا برده نشوف هنعمل اطباق ايه تاني. انا هعمل مكرونه بالبشاميل جنب البطه، وكمان فكرت اعمل صينيه جلاش اللي انا طلبتها من سوبر ماركت. انا حطيت للحمه ملح وفلفل اسمر بس الملح انا ما بكترش قوي عشان هي ما بتحبش الملح الكتير، فانا بحب التزم يعني لما حد يكون جاي لي ببقى عارفه بيحب ايه وما بيحبش ايه. اللحمه هنا بتستوى مش حطلها غير فلفل اسمر بس والبصله، وسايباها بقى ايه تستوى على مهلها خالص. وهنا هعمل صينيه الجلاش، سخنت شويه زبده مع شويه زيت عشان تبقى خفيفه شويه، والجلاش خلاص سيبته يبرد، وكمان اللحمه المفرومه سبتها تبرد. وهاخد بقى الرقاد وهنعمل الفطيره بتاعه الجلاش بالطريقه العاديه جدا. فكرت ان انا اعملها سمبوكسات بقى تبقى شبه السمبوسه، بس حسيت انها هتاخد مني وقت كبير قوي. لو كان عندي فعلا تجهيزه من قبلها بيوم كان هيفرق معايا، بس يعني الحمد لله قدرت اعمل الوصفات اللي انا عايزاها ولكن بشكل سريع. حطيت نص الرقاق وحطيت اللحمه المفرومه في النص، وهحط عليها كميه حلوه كده من الجبنه الموتزاريلا المبشوره. الجبنه دي طبيعيه باللبن البقري ما فيهاش دهون نباتيه، هي اسمها بيور من شركه ملكي. هقفل بقى الاوراق اللي كانت زياده من بره الصينيه، وبقيه الورق هحطه على الوش، وفي الاخر برضو هتني اطرافه من تحت الصينيه كده. انا خلصت اهو، بتني بقى الاطراف بتاعه الورق كله على تحت، مش هدهن الوش طبعا. والحاجه اللي انا عملتها الوحيده من بالليل هي الجاتو ده، هعمل النهارده جاتوه معاكم كحلو ان هي بتحب الجاتوه جدا جدا، كمان بتحب الحاجات اللي بتبقى معموله من الكيك الاسفنجي. فالحمد لله الدقيق ده كان عندي بقاله فتره، يعني انا كنت شارياه معاكم قبل كده في مشتريات من العطار، دي الاسبونش السايب كنت شاريه نص كيلو على ربعين عشان ساعات بستخدم ربع واحد بس اعمل بيه تورته سويس رول. فطلعت الربعين بقى بسرعه كده وبياخدوا 6 بيضات، ده دقيق اسبونش بيبقى عليه كل حاجه كل حاجه، مش ناقصه غير البيض ونص كوبايه ميه. حطيت ال6 بيضات هنا وهحط عليهم نص كوبايه ميه، اول ما يتضربوا معايا يتخلطوا كويس، وبعد كده هفضي عليهم نص كيلو من دقيق الاسبونج ده بطعم الشوكولاته. اللي بالفانيليا بياخد 5 بيضات بس، فقلت هي فرصه حلوه ان انا عندي الدقيق ده اعمله لها، رغم ان انا كان عندي ومكسله اعمله بقالي فتره، وانتوا كتير طلبتوه مني لاني عملته في العيد من غير ما اصوره،
فقلتولي كتير يا لا اعملي الوصفة، وانا بصراحة من ساعتها ما عملتهاش بقى، بناكل صحي بقى والكلام ده، فقلت لا فرصة كويسة بقى ايه نعمله النهاردة. تفضلوا بقى تضربوا فيه بتاع 7 دقايق متواصل لحد ما يبقى بالقوام الفومي ده، كل حاجة بتتجانس بقى، هو فيه السكر بتاعه وفيه المواد الرافعة وريحته بتبقى سبحان الله زي الكيكة الجاهزة بالظبط. انا بقى هاخده في صينية كبيرة او صاج الفرن كبير مقاس 60 في 40، ده 60 في 40، فهو ما شاء الله كبير. لو عندك ربع كيلو بس من الدقيق هياخد صينية مقاسها 30 في 40، لكن النص كيلو بياخد 60 في 40. حطيت له ورق زبدة، بس طبعا دهنت تحتيه الاول زيت، لان ورق الزبدة ما كنتش فاكرة نوعيته حلوة ولا لا، فلاني جايباه من زمان وقلت عشان ما جازفش رشيت عليه زيت ومن تحتيه زيت. هنزل بقى بالخليط بتاع الكيك كله، هحاول اوزعه كويس لان هو ايه ما بيتحركش كتير من مكانه، يعني لازم انتي تحطيه كده على وضعه عشان يطلع لك بنفس الهيئة لما يطلع من الفرن. انا سخنت الفرن كويس قوي، دي الحاجة اللي انا الوحيدة سهرت عليها بالليل وانجزتها، يعني الحمد لله ما خدتش مني وقت لتاني يوم. هفرد بقى العجين بتاعي كده كويس قوي بحيث ان هو يكون متساوي، ما تلاقيش حتة عالية في العجين وحتة نازلة لتحت او هابطة، كل ده هيطلع معاكي زي ما هو شكله بعد السوا، هتلاقي حتة عالية وحتة لا، وساوي الشكل كمان بتاعه من فوق يعني على قد ما تقدر. بس كده هاخده بقى على الفرن، انا بعمل الخبطات دي عشان اي هوا في القاعات كده تطلع منه. وفي نفس الوقت ده انا كنت غسلت البولة بعدها، وهحط بقى فيها كريم شانتيه، ده كريم شانتيه خام انا حاطاه في برطمان بلاستيك كان عندي. الكريم الشانتيه ده ربع كيلو، فانا بصراحه هعملهم كلهم لان انا يعني مش عارفه هو هياخد مني قد ايه بالظبط. حطيت معاهم نص كوبايه من السكر العادي، ما حبيتش احلي قوي عشان يعني ايه هي برضو ما بتحبش المحليات قوي، كميه السكر لازم تكون معقوله في كل حاجه عشان هي بتجزع بصراحه من اكل الحلو، لكن رغم انها بتحب الجاتو والحاجات دي انا بحب اعملها لها جدا، لما بتكون جايه لي ببقى عارفه طلبها ايه بالظبط فبحب اعمله لها. ضربت الكريمه لحد ما بقيت القوام بتاعها مظبوط، وهنا اختبرت الكيك بتاعي، بصوا بالسكينه ما شاء الله ما اخدش غير 12 دقيقه بالظبط. غطيته وسبت المروحه شغاله على ما نيمت الولاد، رجعت بقى ايه سهرت عليها عشان تبقى جاهزه وتبات في الفريزر ليله، وده مهم جدا في عمل الجاتو ان يكون مجمد. فصلت كده الاطراف طلعتها، بصوا ما شاء الله حلوه جدا، وكمان لما دهنت ورق الزبده بالزيت سهل عليا جدا ان انا افصل الكيكه منه. هنا بقى كنت محتاره اقسمها ازاي، قعدت ادور على المتر بتاع القياس اللي هو اقيس بيه الصينيه عشان بالظبط احدد هقطع منين، ما لقيتهوش، وانا كنت مستعجله بقى قلت مش مهم كده هقطع بالنظر، والحمد لله جم قد بعض. يعني بقطع بقى ورق زبده على قد كل قطعه، وبحط ما بين كل قطعه والتانيه ورقه زبده عشان القشره اللي على الكيك من فوق دي بتتقشر بسهوله. شايفين ما شاء الله سمكها حلو ازاي، جميله جدا جدا. بصوا دي اتقطعت مني، شفتوها، دي بقى هعملها عادي جدا ومش هتقلقني خالص وانا بعمل الجاتو. اهم حاجه الكيك بارد ما تستخدميهوش وهو سخن ابدا. هنا بقى هطلع الكريمه من الثلاجه، انا كنت سايباها في الثلاجه طبعا، انا مشغله المروحه عشان كده ورق الزبده عمال يطير. حطيت كمية حلوة في الكيس بتاع الحلواني ده وهبدأ بقى احشي. طبعا انا كان ممكن احط مثلا كاكاو خام في الكريمة او شوكولاتة سايحة عشان تديني اللون الغامق، مثلا تبقى جاتو وشوكولاتة كله على بعضه، بس يعني الاستعجال مش حلو فما كانش فيه وقت بصراحة لكل ده، اللي هو انا عايز اعمل حلو وفي نفس الوقت ما ياخدش مني وقت، فعملتها كريمة بيضة كده. حسيت ان برضو يعني اختلاف اللون ده يعني مش وحش. بصوا شايفين الاستعجال، انا مسرعه الفيديو وكل حاجه لكن في نفس الوقت انا برضو كنت مستعجله عشان تبقوا عارفين. يعني بما ان بقى الكيكه طلعت معايا 4 طبقات، قلت مش مهم انا هعمل الجاتو 4 طبقات، رغم يعني ان اللي بيتباع جاهز بيبقى 3 بس، وقليل قوي لما تلاقي حد عامل 4 طبقات يبقى يعني حلواني حلو قوي كده ومحترم. بس الفكرة ان انا يعني قلت مش مهم، يعني كده كده الرقة الرابعة لو سبتها مش هتعمل لي حاجة فهحطها في الجاتو. بصوا انا حطيت الرقة المقطوعة مش هتبان خالص، لان زي ما قلت لكم
التجميد هو هيكون خطوة أساسية جدا جدا في عمل الجاتو، فالتجميد هيمسك كل ده مع بعضه، هيبقى قطعة واحدة، فمش هتحسوا أبدا بأي حاجة لما تيجوا تعملوا، حتى لو اتقطعت منك أو اتشققت أو أي حاجة، يعني ما تقلقوش منها خالص. حطيت كده تاني آخر طبقة بقى أهي من الكيك، شايفين بتتقشر زي من ورق الزبدة بسرعة. هدهن برضو الوش بشوية كريمة، هيبقوا الطبقة الخارجية، وهحاول اسويهم. وملكوش دعوة بقى بالاشكال الغريبة اللي حوالين الكيكة، الاطراف كلها مش منتظمة، وتوزيع الكيك او الكريمة على الكيك مش قد كده، كل ده بيتساوى في الاخر، بس اهم حاجة تكون مجمدة عشان تعرفي تتعاملي معاها. فاقل حاجة تسيبيها في الفريزر هي ليلة كاملة كده. انا خلاص خلصتها والحمد لله، يعني ايه السهرة بتاعتي خلصت على الجاتو ده، وهدخل انام بقى، ونرجع تاني يوم الصبح نكمل شغل اللي احنا كنا بنعمله. ده كده كان شكلها. تعالوا بقى نكمل تاني يوم. احنا مش عارفة انتوا فصلتوا مني ولا ايه، بس حاولوا تستوعبوا الفرق في التوقيت. ده كده تاني يوم عادي اللي احنا شغالين فيه في الروتين بتاعنا. كان معايا كوباية من الحليب الدافي، وحطيت عليها بيضة، وهحط عليها ملح وشوية فلفل أسمر. تمام، صينية الجلاش بتاعتنا وهي بالمنظر ده كده، احنا مش دهنين وشها بأي حاجة خالص لسه، ولا زبدة ولا أي حاجة. هبدأ بقى ان انا اقطعها، استخدمت السكينة دي عشان تتقطع مني كويس وتوصل لآخر الصينية، في الخليط اللي انا عاملاه من اللبن والبيض يوصل لقاع الصينية. هحطه بقى كده كله، وبنزل وانا بقلب عشان لو في بيض مش مضروب يتضرب معايا لاخر حته. تمام كده، هوزع بس الخليط ده كويس ويقع كده ما بين الفراغات. ممكن تسيبوه 5 دقايق بحيث ان هو يتشرب شويه، بعد كده دخلوه بقى الفرن. انا بصراحه هدخله جنب البطه، وطبعا هو هيطلع بسرعه جدا، والبطه هتكون شغاله جوه، يا دوب هطلعه وادخل مكانه المكرونه بالبشاميل، والبطه برده ما زالت جوه لحد ما كل حاجه تستوى، واكون انجزت كده كام حاجه برضو في المطبخ. تمام، انا حطيت جنب البطه ميه سخنه، كل ده كان عدى بقى ساعتين على البطه في التلاجة، حطيت معاه شويه ميه سخنه عشان تستوى فيهم. دخلتهم كده الفرن، وتعالوا بقى نكمل. هنعمل المكرونه بالبشاميل، انا كنت سايبه المكرونه بتتسلق على النار، والبشاميل اللي كمان عملته كل ده في الساعتين اللي كانت البطه نايمه فيهم في التلاجة. هوزع بقى في الصينيتين، الصواني كلها كان عندي عجز فيها بقى، لا انا مش قادرة ادور عليهم، فطلعت الصينيتين دول يبقوا محندقين كده على الصفر. المكرونة بالبشاميل ما بتتغسلش، يعني بعد السلق على طول تاخديها على بعد ما تتصفى من ميتها من غير غسيل ولا شطف، تنزل على طول على الصينية عشان النشا اللي فيها ما يتشطفش بالمية، النشا بيخليها تتماسك وتطلع معاكي كده خرطة بخرطتها. حطيت الفراخ في النص كحشو، وحطيت على وشها المكرونة عادي، وحنزل برضو بالبشاميل. بوزع انا كده عشان البشاميل يعني كان لسه فايض عندي، فعايزه احط كله، فحاولت كده اعمل فتحات عشان البشاميل يقع فيها ويكفي معايا الكميه كلها. نظفت الصواني من بره عشان ما تعملش حروقه وريحه مش حلوه وهي في الفرن، والجلاش بمجرد ما يطلع هدخل المكرونه مكانه. هنا الجلاش كنت بجيبه من الفرن، ودخلت المكرونه وما شاء الله اخد لون حلو، ما حبيتش ازود عليه قوي عشان ما يقلبش بقى بمحروق. فطبعا بعد كده بتعيدي على التقطيع بتاعته تاني وبيطلع حلو جدا. هنا بقى اخر حاجه كنت بعملها على النار هي شويه لسان عصفور عشان احطهم في شوربه اللحمه اللي احنا عملناها. هحطهم بقى واسيبهم يستووا. الشوربه هنا كانت بتغلي ومعليه النار عليها، يا دوب حطيت لها لسان العصفور وطفيت النار، بتقعد لها بقى بتاع ربع ساعه كده، تيجي تفتحي عليها تلاقي لسان العصفور استوى من سخونيه الشوربه وانتي طافيه النار من تحتها. بس كده هعمل بقى سلطه سريعه جدا جدا، انتوا اكيد شفتوها معايا كتير، يعني بعملها في الفود بروسيسور بتاعي. فعملت بقى خيار على طماطم على خضره وشويه جزر، ومش هتبلها طبعا عشان لسه شويه على ما تيجي، فهحط لها بس الليمون بتاعها على الوش واغلفها وادخلها التلاجة. قبل الاكل على طول هحط لها بقى الملح بتاعها ورشه عصير الليمون. تمام كده،
تعالوا بقى نكمل شغل في الجاتو. انا كده خلصت الاكل كله، البطه هي اللي في الفرن، فخلاص يعني كل حاجه مترستقه قدامي وعملت المواعين كلها والبيت زي الفل، فالحمد لله ما وريش حاجه غير ان انا اعمل الجاتو الحلو بقى. تمام كده، هي بتحبه جدا فلازم لازم اعمله لها لما تيجي. وساعات كانت تيجي تعمله معايا واحنا واقفين، تقول لي يلا تعالي، الاقيها جايبه الخامات معاها وبتقول لي يلا نعمل جاتو مع بعض. ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لكم في حبايبكم كلهم وما تشوفوا فيهم حاجة وحشة أبدا. بصوا بقى، الشوكولاتة اللي أنا هعملها للوش شوكولاتة خام عادية جدا، حطيت سيحتها وحطيت عليها شوية لبن لحد ما القوام بتاعها يظبط. انت عايزاها قوامها ايه اعملي باللبن الأول، هتحسي ان قلب كاكاو باللبن كده ومش بتتجانس، لحد كتر التقليب هتلاقيها اديت القوام كويس جدا. اقعدي بقى هنا. الله، هتزوقيها؟ يلا وريهم توكتك الجديدة، هديها وريها له. الله، بصي التوكة الجديدة بتاعت ماسة، عبارة عن فروتين كده. حلوة يا ماسة، عجباكي؟ البسيها. طيب يلا حطي بقى الشوكولاتة، بصي بالراحة خالص على الوش، ماشي؟ مش بالمعلقة، لا بصي استنى. مبسوطة ان تيتا جاية؟ اقول لها ان انت اللي زوقتي الجاتوه؟ ماشي يلا امسكي كده معايا. لا لا مش سخن، ما تخافيش، امسكي بايدك الاثنين. يلا بس اللي هتزوق الجاتو. الله، شكله حلو. استني استني استني، ايوه تدوقيها شوكولاتة؟ اه. ودي معلقة. قولي لي حلوة ولا لا؟ مش سخنة ما تخافيش. حلوة؟ مسا حبت هنا تشاركني في تزيين الكيك عشان نقول لتيتا ان هي اللي مساعداني فيها، فاديتها الفرصة وقلنا لتيتا ان مسا هي اللي مزيناها. وبشكر طبعا كل اللي بيسأل على مروان ومسا وبيخش لي على التعليقات وكمان بيكلمني في الخاص وبيسلموا عليهم. ربنا يجازيكم كل الخير يا رب وتفرحوا باولادكم. يلا مسا هتطلعي هدوم، تعالي. هتلبسي ايه؟ هتلبسي فستان؟ اه بجد؟ طب ليه مش بنطلون وتي شيرت؟ استني بس، انتي مش طايلاها؟ اتفضلي. ده ده طب فين الشورت بتاعه؟ تلعبي؟ لعبة ايه دي؟ هتروقي دولابك؟ روقته. روقتيه كده؟ روقته، بس الحمد لله دلوقتي مش عارفة ازق كده. دول مش عارفة تزقيهم؟ والبنطلون ده برضه مش عارفة ازق كده. فين البنطلون؟ اه ده ماشي، اوكي انا هبقى اعملهولك. خلاص هتلبسي ده؟ اوكي، حطيه مع الفستان يلا، والبسي وسرحي، اوكي؟ مش هتلبسي دلوقتي ليه؟ عشان تبقي قاعدة مستعدة. تلبسي انهي توكة؟ وحضري المشط والحاجة بتاعتك. على فكرة دي امبارح اتفكت مني. معلش، ما خدت مني قبل كده بس انا ركبتها، ما تخافيش. يلا حضري حاجتك وتوكك، ولما تلبسي ناديني عشان اجي اسرحك، اوكي؟ ماشي يا ماسة؟ عايزه سريعا بما اننا بقى بنصور مع ماسة، عايزه اذكر اسماء ساره ويارا حسام. ساره حبيبتي ما شاء الله عليها في ثانويه عامه، ربنا يا رب ينجحها ويوفقها ويرزقها النجاح والتوفيق يا رب العالمين، هي وكل اللي زيها. واختها يارا ما شاء الله عليها، بنوته صغنونه بعتت لي فويس مسج بصوتها جميله، ربنا يحميها يا رب. انا حبيتك يا يارا خالص، وهي بتحب ماسة وعايزه تشوفها في الفيديوهات.
عايزاكي تبقي شطوره حبيبتي، وافرح بيكي كده، وماما واختك يفرحوا بيكي يا حبيبه قلبي. وعايزه كمان اقول اسم ملك عشان هي طلبت اقول اسمها، بعتت لي في مسج، وبرده بقول اسمك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي. وطبعا كل الامهات والاطفال اللي بيبعتوا لي اسماء اولادهم او اساميهم هم عايزيني اقولها، ابعتوا لي في التعليقات او في الرسائل، وان شاء الله باذن الله هقول اساميكم. انا والله بحاول اجمعهم، لكن احيانا كتير والله بيصحى عليا وانا بسجل الفيديو، لولا دلوقتي انا افتكرت، لان جات لي رساله من ملك هي اللي قالت لي دلوقتي ففكرتني بالاسماء. دي شنطه ماسه عشان الناس اللي كان في واحده حبيبتي كتبت لي انها عايزه تجيب شنطه لبنوتتها ومش عارفه تحط لها ايه فيها، فخليت ماسه تفتحها قدامكم دلوقتي. هي فيها ماسه حاطه فيها شويه حاجات تخصها، يعني حاطه فيها شويه من الاكسسوارات بتاعتها، كم قطعه من اللعب، خواتم بتلبسها، حطت فيها كمان كم كتاب تلوين صغيرين بيسلوها كده لما بتروح مكان، لما بتلبسها وهي رايحه لجدتها مثلا كده يعني. فهي حاجات بسيطه جدا خاصه بالاطفال، يعني مش حاجات مهمه خالص، لكن بتفرحهم هما. ولو قدرتي تشتري لها ميداليه صغيره او مرايه صغيره او ايا كان يعني من الحاجات البنات الحلوه دي، هتفرح بيها قوي. دخلت بقى هنا بسرعه كده عشان اقطع الجاتوه. بصوا بقى وهو متجمد بيطلع زي ما هو، اهم حاجه بس تنضفوا السكينه ما بين كل تقطيعه والتانيه عشان ما تبهدلش الشكل الكيك من بره. بصوا بقى طبعا الاجزاء اللي بتتقطع دي ما بتترماش خالص، دي بتبقى حلوه جدا، وتقدروا تعملوا منها كمان اللي هي الكيك بوبس، او تعملوا منها مثلا كاسات الكيك، ايا كان يعني، هي بتتاكل ما بتترماش خالص. انا بس ايه بقطع منها كده في السريع عشان يبقى شكل الكيك منتظم، ومن جوه بقى بصوا بيبان القطعه الحلوه والكريمه. انا دايما بحب اقطعها او افرشها على الكيك بكيس الحلواني عشان يدينا الارتفاع ده، لما ادهنها بالسكينه بحسها بتطلع كده رقيقه قوي، ما بتبقاش مديانه ارتفاع وسمكه حلو. بعد كده بقى بقطع طبعا بالمنديل، بمسح السكينه، هي ما بتبقاش مليانه قوي لانها الكيك متجمده، فالسكينه ما بتتبهدلش قوي، لكن لازم امسحها ما بين كل واحده والتانية. وبصوا برضو عشان متجمده بعرف امسكها بسهوله زي ما اتعامل معاها من غير ما تسيح على بعضها، تبقى ايدك سريعه كده. وبعد كده بقى خلاص طالما قطعتيها واشتغلتي فيها، تقدري تشيليها في الثلاجه عادي بقى، مش لازم الفريزر خالص. انا طبعا ما كانش عندي اي حاجه ازوق بيها، عايزه اقول لكم الوش، فقطعت كام قطعه مانجا كتزويق، لكن هو ما كانش يعني الشكل المثالي قوي، لكن هو ده اللي كان عندي والله، هو ده اللي كان متاح، فالحمد لله يعني. بصوا بقى بواقي الكيكه اهي، بوريها لكم قد ايه. طبعا انا كانت ايدي سريعه فقطعت تخين شويه، ممكن تقطعوا ارفع من كده لو الحاجه متجمده معاكم كويس. قطعت بقى المانجا وعصرتها كمان وحصفيها، يعني كان مشروب استقبال كده وترحيب، وممكن كمان احطه مع السفره جنب الغدا. انا بصراحه جيت قدمته اول ما حماتي جت، لكن قالت لي لا انا خلينا قاعدين مع بعض شويه وبعد كده نبقى نشرب، فقلت لها خلاص تعالي بقى نحضر الاكل على ما تشوفي غرف الولاد وكده. كانت مبسوطه جدا الحمد لله، يعني مش قادره اقول لكم كمان، وهي داخله الشقه كانت مبسوطه ازاي، يعني انا نفسي والله اتبسطت قوي وجسمي اشعر كده من كتر ذكر الله اللي ذكرته والصلاه على النبي، بجد يعني كنت مبسوطه جدا. طبعا اكيد هي بتتمنى البركه لبيتها ولبيت ولادها، وبتتمنى كل حاجه كويسه، فكنت مبسوطه جدا ان الحاجه عجبتها، ومن غير ما تدخل وتشوف بالتفصيل، يعني هي لسه على عتبه الباب ما شاء الله، يعني ذكرت الله كتير جدا 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 جدا، لحد ما دخلت وقعدت كمان ما بطلتش كلام بذكر الله بلسانها والصلاه على النبي. يعني بجد انا اتبسطت قوي، وعماله اكلمها وكانتش بترد عليا قد ما كانت بتكمل دعائها. فربنا يا رب ما يحرمكم ابدا من اهلكم، ولا من فرحتهم بيكم، ولا من دخلتهم عليكم ابدا، سواء اهل زوجك او اهلك، فاكيد كلنا اسره واحده كبيره، فكلنا بنكمل بعض يعني، ومحدش بيعرف يعيش من غير اهله مهما كان. فالحمد لله بفضل الله يعني الحاجة عجبتها جدا، ودخلت بقى غرفة الولاد ووصيتهم عليها ونظفوها كويس، وساعدوا ماما في الترويق، وكل واحد يهتم بغرفته، يعني اديتهم شوية النصايح الحلوين دول، وكانت مبسوطة جدا برصتهم للحاجة، يعني الحمد لله. قدمت بقى الاكل اهو، شايفين بقى البطة طلعت عاملة زي الجناح عشان مش متكتف على ورا، فهو اخد لون شوية من قدام لكن مستوي، واللحمة ما شاء الله مستوية بتاعتها جدا. المكرونة بالبشاميل اللي طلعت، والجلاش والشوربة والعصير، وقدمنا الاكل بسيط جدا. غدوة حلوة قوي، اهم حاجة ان احنا اتلمينا مع بعض في سفرة واحدة، وهي كانت مبسوطة جدا جدا، وكانت خايفة على الحاجة قوي ومش عايزة تاكل على السفرة، ويعني بصوا ربنا يا رب يديمها نعمة في حياتنا.
بس انا قلت لها مفيش اغلى منك ياكل على السفره ويقعد على الصالون ويستخدمه هو. فالحمد لله. اللي كانوا بيسالوني كانت العزومه اللي فاتت لمين، هي كانت لوالدتي والاختي، ماما واختي بس. فهي كانت حاجه بسيطه، ما كانتش عزومه ولا حاجه. انا قلت لكم كمان يعني حبايبي وجايين يقعدوا معانا ولازم نعمل غدا بس كده. وحماتي نفس الكلام، لا عزومه ولا ضيوف ولا اي حاجه من دي. هي لما بتجي لي البيت بتبقى الاولويه ليها، وبتبقى هي صاحبه البيت وانا الضيفه. يعني انا بحس بكده، يعني هي الاولى لما تكون موجوده بالبيت اللي هي فيه. بعد الغداء بقى قدمت الجاتو. بص بقى، انا قطعت المانجا على الوش كده تقطيع عشوائي جدا، يعني ما تحدش بقى ايه يقلس عليا، لان والله ده اللي كان موجود عندي في التزويق. فما كانش عندي حتى كريز احمر ولا اي حاجه من دي خالص، بس الكيك نفسه عجبها جدا. وانا داخل عليه كده الاول وهله قالت لي ده جاهز، قلت لها والله ابدا ده انا عاملاه في البيت. قالت لي لا انا عارفه انك بتعملي الحاجات دي، بس هو شكله جاهز جدا، يعني مش مختلف خالص، لولا بس ان المانجا اللي متقطعه عشوائي دي هي اللي عرفت ان هو معمول في البيت. فقالت لي لا، هي عارفه ان انا بحب اعمل الحاجه في البيت كتير. قدمته بقى مع النسكافيه انا وهي، قعدت بقى فرجتها على مكنة القهوة، قلت لها لازم نجربها. قالت لي لا مش هقدر اشرب قهوة تاني، قلت لها لا هشرب معاكي عشان تتشجعي. وفعلا الحمد لله يعني رضيت، وقالت لي اعملها لي بلبن بقى عشان تبقى خفيفة شوية. فعملت انا وهي فنجانين صغيرين، فكانت كمية القهوة النهاردة اللي شربتها كتير، لكن الحمد لله. يعني المهم ان هي كانت مبسوطة. وكان ورايا بقى شوية حاجات انتوا عارفين في بعد العزومات والحاجات اللي بتبقى ورانا دي، فالحمد لله انجزتها، والقهوة ساعدتني ان انا اسهر شوية على ما اخلصها. بس ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا، قضيتوا وقت جميل، استفدتوا لو بشيء بسيط. ما تنسونيش في دعاكم الطيب، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفوني. أشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد. مع ألف سلامة.